هذا العام من 2017 سيكون حافل بسلسلة ألعاب Kingdom Hearts ومن Square Enix مع صدور النسخة المطورة من الأجزاء السابقة على البلايستيشن 4، وربما يكون موعدنا مع الجزء الثالث في السنة القادمة أي في 2018. وجريت مقابلة مع مخرج اللعبة وقد صرح بأن اللعبة ليست جاهزة في هذا العام وسيتيح لكم الأجزاء السابقة مع تحسين في الأداء. وأما في هذه السنة الحالية سيصدر Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue، سيحتوي على ثلاث أجزاء منها Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD و Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep A Fragmentary Passage و Kingdom Hearts X Back Cover. المجموعة التي ذكرتها هي مجرد أجزاء فرعية من القصة. رحلة سورا في عالم ديزني ستعود وستقابل العديد من الشخصيات كانت معك منذ الطفولة، وفي كل جزء رحلة خاصة ستحاول إنهاء قصص ديزني كما يفترض أن تكون بمساعدة دونالد وغوفي أي بطوط وبندق، وسيكون هناك منظمة سرية ستحاول ردعك وإيقافك بطريقة أو بأخرى، وهنالك فرقة أخرى ستلعب بهم وسيكون لهم قصصهم الخيالية وفك أسر القلوب من الأشرار. عدد الشخصيات في سلسلة Kingdom Hearts أو مملكة القلوب يتجاوز 50 شخصية. بعد انتهاك من القصة التي وصلت إليها سيكون معك سلاح جديد ويعرف بالكيبليد. الشخصية التي ستكون في دور البطل هي سورا وهو أنت، وجزء منك يعرف بروكسس، وعز أصدقائك منذ الصغر يعرف بإيكو وأيضا كايري، وجزء منها يعرف بنوميني. هؤلاء الأشخاص الطيبون، ولا ننسى ميكي ودونالد وغوفي أيضا. والمنظمة التي تحتوي على 13 شخصاً يرتدون الرداء الأسود هم من الظلال قادمون. ستكون الرحلة طويلة مع الدراما الرائعة وعنوان للصداقة الحميمة بينهم، وسيكون نظام اللعبة كالعادة أكشن RPG وهو نظام ثابت في جميع الأجزاء. وهكذا ستكون اللعبة جاهزة في نهاية يناير من السنة الحالية، والجدير بالذكر بأنها بعضها كانت على الجيل القديم. وبالإضافة في شهر مارس سنشهد عودة Kingdom Hearts HD 1.5 و 2.5 Remakes أي Kingdom Hearts Final Mix و Kingdom Hearts Re-Shine of Memories وأيضا Kingdom Hearts 358.2 يوما Day يعني HD Remaster Cinematic و Kingdom Hearts 2 Final Mix. وبالإضافة Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix وأيضا Kingdom Hearts Recoded. والجدير بالذكر أنها كانت على الأجهزة الجيل القديم مثل PlayStation 2 وصدرت بعام 2014 على PlayStation 3، ولكنها الآن ستكون محسنة وجميعها في لعبة واحدة. إيش تبغى أكثر من كذا؟ Collection، يعني هتجلس تلعب كل الألعاب اللي فاتتك في Kingdom Hearts أو ما لحقت تلعبها. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب ودعم القناة على قد ما تقدروا. في أمان الله.